شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول التخصص، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن فصول. الفصل الأول: ضرورة التخصص. الفصل الثاني: مجالات التخصص. الفصل الثالث: مراعاة الأولويات. الفصل الرابع: مهمة الاكتشاف. ولكن قبل أن ندخل في عمق الموضوع نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أن هنالك منهجيتين في الفكر وفي العمل. المنهجية الأولى منهجية التوسع، والمنهجية الثانية منهجية التخصص. المنهجية الأولى تعتمد على الإحاطة، بينما المنهجية الثانية تعتمد على التركيز. إذا أردنا أن نمثل مثالاً يوضح الاختلاف فيما بين هاتين المنهجيتين، نمثل بصاحب الجواهر وبالشيخ الأعظم. صاحب الجواهر رحمة الله عليه اعتمد على منهجية الإحاطة،
بدأ بالفقه من أيام شبابه، ربما كان في العشرينات من العمر عندما بدأ، وبعد أعوام طويلة أنهى دورة فقهية كاملة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يمثل المنهجية الأولى، منهجية التوسع ومنهجية الإحاطة ومنهجية الاستيعاب، بينما الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يمثل منهجية التخصص. الشيخ بالفقه فيما أعلم ما عنده كتب كثيرة، يمكن عنده كتاب الطهارة وكتيب في العدالة وبعض الكتيبات الفقهية وبعض الكتب الفقهية، ولكن عمره ما وفى باستيعاب الفقه كما فعله صاحب الجواهر كما يبدو لنا وكما يظهر لنا. ينقل أنه بعض تلاميذ الشيخ قالوا للشيخ أنه أنت ماذا تطالع؟ أنت عندما تجي للبحث وتطرح هذه الأفكار وهذه النظريات ماذا تطالع؟ فقال الشيخ أنا أطالع الكتاب الكذائي، فلان كتاب. فقالوا نحن أيضا نطالع ذلك الكتاب، لا نجد ما تقوله في ذلك الكتاب. فقال الشيخ ولعله كان تعليما، أنتم تطالعون ذلك الكتاب صفحة صفحة وأنا أطالعه كلمة كلمة. الشيخ يأخذ الكلمة الواحدة ويدور حولها ويحللها، وربما يتحدث حول آية واحدة ربما في 10 صفحات. هذه هي منهجية الإحاطة، وهذه هي منهجية التركيز. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى الفصل الأول. الفصل الأول من حديثنا يدور حول ضرورة التخصص. نحن نعتقد أن المجتمع كما يحتاج إلى المنهجية الأولى يحتاج إلى المنهجية الثانية. هاتان المنهجيتان كجناحين يطير بهما المجتمع في أبعاد العلم وفي أبعاد العمل. ولكل من هاتين المنهجيتين خصوصية، خصوصية منهج التوسع الإحاطة، النظرة الشمولية
صاحب الجواهر يمتلك نظرة شمولية للفقه، وهذه مهمة جدا. أكو هنالك مثال جدا لطيف في اللغة العربية، يقولون لا تحجبك أو لا تحجبك أشجار الغابة عن رؤية الغاب، وهذه قضية مهمة جدا. أحيانا واحد يتوغل في تفاصيل ويغفل عن الكل، هذه من فوائد العمر أو الحج أو الذهاب إلى مشهد أو الذهاب إلى كربلاء. واحد في خضم حياته داخل في التفاصيل، ولكن ما عنده تقييم كلي لما يعمل. أنا شنو دا أعمل؟ وين دا أروح؟ مثل هذا التاجر اللي من الصبح لليل يشتغل بالتجارة والعقد والإيقاع والمعاملات، النتيجة شنو؟ يعني هذا المجموع وين دا يروح؟ ما هو الطريق؟ وأين الهدف؟ وما هي الغاية؟ وما هي النهاية؟ ما أدري. إحدى المعطيات المهمة للحج، للعمرة، للذهاب إلى العتبات، لشهر رمضان، للاعتكاف الذي لا نفعله أو قليلا ما نفعله، واحد ينخلع عن هذه الجزئيات. عندما واحد ينخلع عن هذه الجزئيات يفكر أنا شنو دا أعمل، وين دا أروح، ماذا أحقق؟ إذا في يوم من الأيام جاء أجلي شنو عملت أنا؟ النتيجة شنو هي؟ هذه مهمة جدا. أحيانا واحد تحجبه أشجار الغابة عن رؤية الغابة، ما يشوف الغابة، بينما اللي فوق من عل ينظر يرى الغابة كمجموع ويتمكن أن يقيم الغابة كمجموع. صاحب الجواهر رحمة الله عليه، هذا كمثال طبعا، قد تكون أمثلتنا تحتاج إلى تأمل أكثر. صاحب الجواهر يمتلك رؤية شمولية إحاطية للفعل، وهذه مهمة جدا، هذه الرؤية وهذه النظرة. بل هذه الرؤية الإحاطية والشمولية والمستوعبة من مقومات الأعلمية، كما يقوله صاحب العروة، إحدى ملاكات الأعلم أن يكون أعرف بالنظائر والأشباح. المعرفة بالنظائر والأشباح تعطي هذه الرؤية، الرؤية الشمولية. حتى أنتم إذا تردون تقيمون فرد واحد، إذا عندكم اطلاع عن كل تفاصيل حياته أفضل تتمكنون تقيمون، غير أنه تخلوه في غرفة وتحاولون تسليط الأضواء عليه، هم يمكن تقييمه. أما إذا تعرفون حياته، تقلباته في الحياة، منعطفات حياته، تتمكنون تقيموه بشكل أفضل. مثلا أفرضوا إحنا نريد نقيم الخمس، هذا حق، هذا أي نوع من الحق؟ الفقيه الذي له إحاطة بالفقه يعرف أن الحقوق على أنواع. عندنا حق الإشاعة، حق، وبعبارة أخرى
حق يتعلق بالعين على نحو الإشاعة، هذا نوع، مثل الشريكين في باب الشرك. عندنا حق على نحو الكلية في المعين، مثل في باب البيع، إذا اشتريت صاعا من صبر، هذا النوع الثاني. عندنا حق متعلق بالعين لا في العين، كما في حق الرهانة في باب الرهن. عندنا نوع آخر من الحق المتعلق بالعين يذكرونه في باب الديات أو نحو ذلك، وهو حق الجناية في العبد. العبد إذا جنى المجني عليه يكون له حق في هذا العبد، هذا نوع رابع من الحق. وعندنا الذمي الذي لا يتعلق بالعين إطلاقا. هذه خمسة أنواع من الحقوق في الفقه، واحد في كتاب الرهن، واحد في كتاب الديات أو نحوه، واحد في كتاب البيع، واحد في كتاب الشركة. حق الخمس من أي نوع؟ الفقيه الذي له إحاطة فقهية يتمكن أن يعين نوعية حق الخمس بمعرفة هذه الأشباه والنظائر، وهذا التحديد له آثار عملية مذكورة في الكتب الفقهية. صاحب العروة رحمة الله عليه يختار أن حق الخمس على ما ببالي من قبيل الكلي في المعين، فإذن منهجية الإحاطة منهجية مهمة، ولكن منهجية الإحاطة تحتاج إلى عبقرية، مو كل واحد يتمكن، يحتاج إلى سعة في النفس وفي الذهنية حتى واحد تكون له عقلية الإحاطة، مو كل واحد يتمكن. هذا أولا. وثانيا، المجتمع كما يحتاج إلى الإحاطة يحتاج إلى التخصص أيضا، هذا يحتاج إليه وذاك يحتاج إليه أيضا. فائدة التخصص الاكتناح، يعني النفوذ إلى الأعماق، وفائدة الاكتناح الإغناء، وفائدة الإغناء الحسم. أكو قضايا تبقى معلقة، ولكن عندما يأتي هنالك عالم متخصص 20 عام 30 عام يركزها على محور واحد ونقطة واحد، يحسم، إما حسم مطلق وإما حسم نسبي لتلك القضية، وهذه مهمة جدا. الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الأعظم، شايفين مباحثه في كتاب المتاجر، قضية البيع الفضولي أو بيع الفضولي، الشيخ حلل هذه المسألة. المسألة كانت محل خلاف بين العلماء من القديم، أن بيع الفضولي شنو حكمه، أنه بيع أو لا، موضوعا محمولا حكما. الشيخ اجى وركز حول هذه القضية. الشيخ الأعظم الآن هو الشيخ الأعظم، وإلا هو طالب من الطلبة مثلنا كان، لا تقولون ذاك هو الشيخ الأعظم،
احنا يمكن ان نكون الشيخ الاعظم. اجي حلل هذه القضية تحليلا دقيقا وحسم المسألة. بعد الشيخ لعله التيار العام للفقهاء اتبعوا النتيجة التي توصل إليها الشيخ، وهذه قضية مهمة، أن المسائل العلمية لا تبقى في طور التعليق وإنما تحسم ولو بمقدار ولو إلى حد معين. السيد البروجردي رحمة الله عليه من العلماء المتأخرين، هذا من الأشياء التي ركز عليها تركيزا شديدا علم الرجال، حتى أنه يقال عنه مضمون بهذا المضمون، أنه عندما تسأل عن راوي من الرواة يعرف، ما أدري هذه اللفظة، أنا أمثل ربما هذه اللفظة قايلها أو قريب من هذه اللفظة، يعرف حتى أن فرسه ذكر أو أنثى، حصانه ولون أحمر لو أبيض، هالشكل عمل وركز على علم الرجال. ولعل هذه الانعطافة التي حدثت، الانعطافة الأخيرة في علم الرجال، لأن الآن أكو توجه إلى هذا العلم في الحوزات العلمية، هذا الانعطاف الأخير لعله من آثار جهود السيد البروجردي رحمة الله عليه، أو كان له دور كبير في ذلك. فإذا هذه القضية، قضية التخصص، قضية مهمة، لأنها توجب الاكتناح، اكتناح الحقائق، واكتناح الحقائق يؤدي إلى حسم القضايا، إما حسما مطلقا وإما حسما نسبيا. هذا هو الموضوع الأول، وهو ضرورة التخصص. الموضوع الثاني، مجالات التخصص في أي مجال؟ الجواب، هنالك مجالان بشكل عام. المجال الأول، المجال العلمي. المجال العلمي يعني ما فعله الإمام الصادق صلوات الله عليه. أكو رواية طريفة في البحار، طاهرا في البحار، الرواية مطولة إن شاء الله بعدين تراجعونها، ولكن أنقل لكم الشاهد، أنه جاءه رجل من أهل الشام وقال أريد أن أناظرك في القرآن، حول القرآن، وذكر القضايا اللي يريد أن يناظر فيها، شنو من أبعاد القرآن، لأن القرآن بحر لا ينتهي، إعراب القرآن بحر لا ينتهي، بلاغة القرآن بحر لا ينتهي، تشريعات القرآن بحر لا ينتهي. ذكر الإمام قال عليك بحمران، يبدو أن حمران كان متخصص في هذا المجال، فقال الرجل إنما أريدك أنت لا حمران، أنا أريد وياك أتناظر. فقال الإمام صلوات الله عليه إن غلبت حمران فقد غلبتني، هالشكل كان قوي. فناظره حمران،
سغلبه أو ذاك كان عنده أسئلة أجاب عنها، راجعوا التفصيل. بعدين قال أريد أن أناظرك في العربية، في علم العربية. فقال الإمام يا أبان ابن تغلب ناظره في علم العربية، فناظره. قال أريد أن أناظرك في الفقه، فقال يا مؤمن الطاق ناظره، فناظره. فقال أريد أن أناظرك في الاستطاعة، لعله مراد قضية الجبر والاختيار. فقال الإمام للطيار كلمه فيها، قضية الجبر والاختيار، يعني مو تخصص في علم العقائد فقط، تخصص في هذه المفردة من مفرداتها. قال أريد أن أناظرك في التوحيد. قال يا هشام بن سالم كلمه، فناظره. قال أريد أن أناظرك في الإمامة. قال يا هشام بن الحكم، هشام بن الحكم معروف هو كان مهم عند الإمام، ناظره، فناظره. فبقي الإمام يضحك حتى بدت نواجذه، يمكن يعني يتبسم مثل فد عصفور في يد صقر، شلون هالشكل، أو في ذيك الرواية كطفل بين يدي معلمه. فقال الشامي كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤلاء الرجال، هالشكل شيعة أكو أقوياء. فقال الإمام هو ذلك، هالشكل. فقال الشامي اجعلني من شيعتك وعلمني، لأنه في كل مرة، لو في أغلب المرات كان يغلب، سراجع التفصيل. فقال الإمام لهشام علمه، فإني أحب أن يكون لك تلماذا، يكون تلميذا. وزرارة في الفقه معروف، رواياتنا الفقهية كثير منها عن زرارة. في العلوم الغريبة مثل الكيمياء وما أدري شنو، جابر بن حيان كان معروف، واحد من العلماء كان يقول إحنا يجب أن نلاحظ أصحاب الأئمة شنو الروايات اللي راويها، هذا يكشف عن توجههم الفكري. يعني شوفوا زرارة فرضوا 5000 رواية راوي، في أي مجال راوي، هذا يكشف توجه الفكر. يمكن زرارة أغلب رواياته بالفقه، يمكن هشام بن الحكم أغلب رواياته في العقائد. المجال الأول المجال العلمي مهم جدا، واحد يصرف عمره حول قضية المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، 50 عام يصرف حول هاي القضية، أي كتاب يكتب حول هذا الموضوع. الكتب السندويشية ضرورية، أنا ما أنفيها، الكتب اللي تكتب للعموم ضرورية، ولكن عالم يصرف عمره 50 عام حول قضية المهدي المنتظر صلوات الله عليه. نقل، بس ما أدري أن هذا النقل حدود أجكاد، أن أحد العلماء صرف كثير من عمره حول تحقيق القضية المهدوية، وكتب مواد كما ينقل تصلح لأن تكون كتابا في 100 مجلد. اسمه 100 مجلد، أفرضه المنقول 100 مجلد، 80 مجلد. إذا واحد يخصص عمره حول ذلك، يمكن أن يكتب حول الإمام المهدي كتاب في 500 مجلد، في 20 مجلد، كتاب متقن قوي يحسم الشبهات الجديدة
وإلا علماؤنا الأعلام حسموا الشبهات، الصيغ الجديدة، الأشكال الجديدة، يجيب على الأسئلة الجديدة. هذا مو مهم. إحنا في قم كم طالب عندنا؟ 40,000 طالب، أفرضوا 10,000 واحد منهم، إذا كل واحد منهم كان يدخل في مجال من المجالات العلمية، مو 10,000 واحد، 1,000 واحد، إذا كل واحد منهم كان يدخل في مجال من المجالات العلمية، يبذل 20 عام، 30 عام، أقل، أكثر في ذلك المجال، أي ثروة علمية ضخمة كانت تكون لنا. وأحد العلماء كتب موسوعة حول الإمام الحسين صلوات الله عليه، يقال إنه خطط لها لأن تكون أكثر من 500 مجلد، هكذا هو التخطيط. وواحد آخر من رجال الدين يكتب موسوعة حول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وواحد آخر من العلماء يكتب موسوعة حول الإمام الصادق صلوات الله عليهم أجمعين، مجال من المجالات العلمية، المجال العقائدي. واحد من الخطباء يتخصص في قضية الطفل، المنبري أو الكاتب اللي صرف عمره في هذا المجال أو مقدار من عمره، ما أقول كل عمره، مقدار من عمره، قضية الطفل، هذا يغني هذا الموضوع. يعني منابر تكون منابر غنية مفيدة، 1,000 منبر يتكلم حول الطفل، 1,000 منبر يتكلم الرجل الآخر حول العلاقات العائلية. الآن في عوائلنا غالبا أكو مشاكل، ومبدأ هذه المشاكل أن الرجل لا يعرف وأن المرأة لا تعرف. الرجل جاهل، جاهل بالمعنى اللغوي يعني يجهل، والمرأة تجهل، ما يعرفون. منبري يرتقي 1,000 منبر حول هذه القضية، يغني هذه القضية. العلمي يكتب 100 كتاب حول هذا الموضوع، يغني هذا الموضوع. فواحد يتخصص في قضية المهدي المنتظر عجل الله تعالى، واحد يتخصص في قضية العقائد بشكل عام، واحد يتخصص في قضية المعاد، واحد يتخصص في قضية الطفل، واحد يتخصص في قضية الأسرة، واحد يتخصص في قضية المرأة، واحد يتخصص في قضية المعاد، واحد يتخصص في قضية الشباب وحلول المشكلة الشبابية، الشباب اللي الآن بالملايين ضائعون ولا يعرفون ماذا يفعلون، ما يحتاجون إلى توجه، توجه فكري. هذا هو المجال الأول. المجال الفكري، المجال العلمي، هذا الشيء اللي فعله الغرب في بعض المجالات، كل واحد دخل في خط معين. طبعا هذا ما ينافي أن تكون له ثقافة عامة، واحد يحتاج إلى ثقافة عامة، يعني مو أنه إذا سألوا ما الدليل على وحدانية الله يقول هذا مو شغلي، ثقافة عامة تكون عنده، ولكن يتخصص في هذا الموضوع. هذا هو المجال الأول. وإلا واحد يشوف قضى 50 عام من عمره على قول ابن سينا نموت وليس لنا حاصل، في أخريات أيام حياته عندما تمرض وجرب كل الأدوية اللي كان يجربها على الآخرين ويعطيها وتنفع ما نفعت،
وأيقن بالموت، كان يقول هذين الشعرين كاتبيهم: نموت وليس لنا حاصل، ما حصلنا شيء. إلى آخر أبياته، بيتيا أو شطريا. وينقل أنه أنفق كل أمواله وأعتق جميع عبيده وكذا في أخريات أيام حياته. وبعض يعتقدون أنه كان شيعيا ابن سينا، أو صار شيعيا. هذا المجال الأول. المجال الثاني المجال العملي. المجال العملي يعني واحد يتخصص في بناء المساجد، مثل ذاك الرجل الذي نقل العام حفظه الله قصته، شغل بناء المساجد وما إلى شغل بشيء ثاني إذا لم يجب وجوبا شرعيا عينيا أو كفائيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله للرماة في أحد: أنتم عليكم قمة الجبل، ما عليكم بشيء ثاني، غلبنا أو غلبنا ما عليكم، أنتوا احفظوا هناك، هاي مهمتكم فقط. واحد مهمة بناء المساجد يروح في هذا الخط، الله هم يمده إمداد ينمو. واحد يروح في خط بناء الحسينيات، الله يمده. واحد يروح في خط حفظ الشباب، الشباب شلون نحفظهم؟ ما هي الكيانات التي تحفظ الشباب عمليا؟ الشاب شنو يحتاج؟ يحاول أن يحفظ الشباب في بلده أو في كل العالم. واحد يروح في خط حفظ كتب التراث مثلا، كتب التراث دا تضيع، كثير منها ضاع. إحنا كتبنا مو أربعة، الكتب الخمسة اللي كانت عندنا: الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والاستبصار، والتهذيب، ومدينة العلم. مدينة العلم كان إلى يمكن عهد الشيخ البهائي، مو هالشكل اللي يقول وكتبنا خمسة ضاع. هذه المهمة التي قام بها العلامة المجلسي رحمة الله عليه، حفظ الكتب التراثية في بحاره، وبحث وبذل أموال طائلة حتى يحصل على مدينة العلم، وما حصل عليه، ضاع بعض. كد أكو كتب عندنا في العراق، في غير العراق، في مكتبات الغاب، راح أو دا تروح في الهند، إيش قد الآن كتب أكو دا تتلف، الأرض دا تأكله. في اليمن واحد من الإخوة الذين ذهبوا إلى اليمن كأنه نقل لي أن الكتب مسويها درج يصعدون عليه، دا تتلف. واحد يروح في خط حفظ التراث إذا هذا نظر. واحد يروح في خط إنشاء المدارس في الغرب، هذه المأساة. المسلمين في الغرب ما عندهم مدارس، شبابهم دا يروحون، يروح في هذا الخط. إذن التخصص في المجالات العلمية باختيار خط أو أكثر من خطوط المعرفة وإغناء ذلك الخط، والتخصص في المجالات العملية بالسير في خط ينفع الأمة وينفع المجتمع. واحد يروح في هذا الخط وما عليه بشيء آخر إلا إذا اكتمل واجب الكفائي أو العيني أنه يطلع بمهمات ثانية ويطلع بها. هذا هو الموضوع الثاني. الموضوع الثالث باختصار
الموضوع الأول بعد المقدمة كان ضرورة التخصص. الموضوع الثاني مجالات التخصص. الموضوع الثالث ملاحظة الأولويات. أكو حديث لطيف: إذا اشتغل الناس أو إذا رأيت الناس يشتغلون بكثرة العمل فعليك بصفو العمل. الأولوية لماذا؟ العلم كثير، تتمكنون تستوعبون جميع العلوم. انتوا شوفوا أفضل علم شنو هو؟ الحاجة العلمية والحاجة العملية لماذا؟ الأولويات هذه قضية مهمة جدا. احنا نظن والله أعلم أنه من الناحية العلمية ومن الناحية العملية أيضا هنالك ثلاث مجالات لها الأولوية، أو ربما تكون لها الأولوية. المجال الأول المجال العقائدي، المجال الثاني المجال الاجتماعي مثل قضايا الطيف، قضايا العائلة، قضايا الشركاء. المجال الثالث المجال التوعوي والنهضوي، وعي الأم ونهضة الأم من هذا التخلف الذي وقعت فيه. وقد شرحنا هذه النقاط في موضوع سابق فلا نعيد. هذا هو الموضوع الثالث. الموضوع الرابع والأخير مهمة الاكتشاف. احنا نعتقد أن تراثنا تراث غني جدا، حقيقة ثروة ضخمة. في القرآن الكريم، في روايات أهل البيت صلوات الله عليه، لكن هذه الثروة مثل منجم موجود في أعماق الأرض يحتاج إلى اكتشاف ويحتاج إلى استخراج. مناجمها في الأرض ولكن مو مكتشف، يحتاج إلى اكتشاف. احنا في اي مجال دخلنا من المجالات العلميه او العمليه ينبغي ان نعلم ان في القران الكريم وفي روايات النبي الاعظم وفي روايات اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ثروه ضخمه. الاكتشاف قضية مهمة جدا. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ينقل في فرائده حول روايات لا تنقض اليقين بالشك، يقول: أول من اكتشف هذه الروايات هو والد الشيخ البهائي. روايات كانت لكن ما كانت مكتشفة، أو الحلي أحدهما. عبارة الشيخ ينقلها لا بأس بذلك. يقول: وأول من تمسك بهذه الأخبار لا تنقض اليقين بالشك، هذه القاعدة المهمة يمكن ألوف الفروع الفقهية مبنية على هذه القاعدة.
هذه الانعطاف من الذي أوجدها؟ وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد الشيخ البهائي في العقد الطهماسبي، كأنه كتبه للسلطان في ذلك الوقت، وتبعه صاحب الذخيرة وشارع الدروس، وشاع بين من تأخر عنه. والآن تشوفون أن هذه القاعدة شلون يبنى عليها الفقه بناء كبيرا. نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر ابن إدريس الحلي الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين باليقين. إذا عندنا ماء متغير بالنجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته وزال تغيره من قبل نفسه، الحكم يبقى أو لا يبقى؟ ابن إدريس الحلي في السرائر اللي هو من علمائنا المتقدمين قال فإنه لا ينقض اليقين إلا باليقين. هذه اللفظة مشعرة بأنها مأخوذة من الأخبار لأنها لفظة الأحاديث أو قريب من لفظ الأحاديث، وهذه العبارة ظاهرة في أنها مأخوذة من الأخبار. هذه المهمة مهمة الاكتشاف. القرآن الكريم، آيات القرآن عندما نقرأها نحاول أن نستنطقها. شنو الآية دادكم؟ إذا حبيته في آية الدين، آية الدين أطول آية في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية عالم من علماء القانون يجي يقول هذه الآية معجزة قانونية. المفردات، الوالد الأحبيته، الوالد رحمه الله نقل كلام هذا العالم القانوني في كتاب في ظل الإسلام، ينقل الآية الكريمة وينقل كلمات ذلك العالم، ويقول هذه المفردات لم يتوصل إليها علماء القانون، ينقلها واحد واحد في مفردة، يقول إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. التحليل لطيف ودقيق حول مفردات هذه الآية. القرآن غني بالقواعد السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية. أحاديث أهل البيت عقد، على قول العم حفظه الله، العم الآخر كان يقول السيد المجتبى حفظه الله، يقول في أحاديث أهل البيت مفاتيح لعقد اجتماعية، والخطباء ينبغي أن يذكروا هذه الروايات فوق المنابر. ومع الأسف بعض المنابر لا يذكر فيها روايات أهل البيت كثيرا، عقدة من العقد الاجتماعية تحلها هذه الرواية. مهمة الاكتشاف في أي مجال دخل فيه الفعل، هذه مهمة كبيرة وذات آثار عظيمة. نختم كلامنا بهذه القضية المذكورة في كتب التاريخ، وقد نقلها العم حفظه الله مؤخرا ومعروفة في كتب التاريخ. المحقق الحلي صاحب الشرايع كان أديبا وكان من الأدباء المتفوقين، وأدب يظهر في شرايعه،
لعله ما عندنا فيما أعلم كتاب من الكتب الفقهية بهذه القوة الأدبية. كتب إلى أبيه رسالة وضمن هذه الرسالة أشعارا قوية. أبو كتب إليه عندما وصلت إليه هذه الرسالة قال: بس هذه العبارات على ما ببالي عن ما نقل في هذا المقطع، مثلا يمكن هالشكل: لئن أبدعت في شعرك فقد أسأت في حق نفسك. هذه العبارة في بالي أنه أو قريب من هذه العبارة في الكتب التاريخية. العام حفظه الله كان ينقل أنه كتب إليه: إني أحرم عليك أن تتعاطى الشعر بعد هذا. أنت مجالك الفقه، روح في مجالك، شو عليك بالشعر؟ ومنذ ذلك الحين ترك المحقق الحلي الشعر وانصرف إلى الفقه، وكتاب الشرائع كما كان ينقل العام حتما أو ظاهرا أكثر كتب الفقه الشيعي شرحا وحاشية وتعليقا. هذا معنى التخصص. التخصص يعني واحد يدخل مجالا معينا، أو إذا عنده طاقة أكبر يدخل مجالين، إذا عنده طاقة أكبر يدخل ثلاثة من المجالات بمقدار الطاقة. إحنا ما نتمكن نحدد حد معين، ربما المجال الواحد يكون أضيق من طاقة الفرد. يدخل في المجالات التي يتمكن، حتى بالنتيجة ينتهي عمره وله حاصل من الناحية العلمية وحاصل من الناحية العملية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.